أوقات سعيدة أتمناها لكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا فن الفنانين اختار لكم شخصية الحلقة لهذا الأسبوع وسط توقيت لعبت فيه الصدفة دورا كبيرا. هو شخصية فريدة اتفق عليها الجميع، شهد وجوده تفوقا فنيا سعوديا منقطع النظير. ترى فيه النخب السعودية المثقفة لدينا أنه المجدد في الموسيقى السعودية التي ذاع صيتها وانتشرت وتفوقت وأنجزت نجاحا واسعا. اسمحوا لي أن أقدم لكم ضيف فن الفنانين لهذا الأسبوع، الملحن القدير سراج عمر. ما علينا لو بدأ نجم الصباح، الهوايا فتنتي عمر السهر. ما علينا دربنا الغالي براح، لا تقولي وش مخبيله القدر. لا تخليني ترى الفرقة جراح، ولا تلومي اللي في فرق القمر. أنا لي رأي في سراج عمر، وهو يتمثل في أن سراج عمر أنا أعتبره هو رائد الحداثة في الغناء السعودي كملحن. سراج عمر اللي أنا أعتقد اللي شكل ثالث ضلع في مثلث الإبداع مع طلال مداح وبدر بن عبد المحسن، هذا جزء من شخصية سراج عمر. لكن شخصية سراج عمر أنا أعتقد أنه قدم لنا، يمكن كان أول من نعرف أنه موسيقار حقيقي سعودي بهذه الصيغة، وكان رائد فعلا في هذا الاتجاه. أنا أعرفه كعازف كمنجة، وحضرت له يعني. هو أكثر الأوقات ترى كل الفنانين معظمهم ذول الشباب جو عندنا في الإذاعة. هو كان بجمعية الفنون جدة وحنا بالرياض، التقيت به في صغري وأنا لسه صغير، التقيت به في فندق بالرياض. كان معنا في الجمعية الثقافة والفنون، وقتها أنا كنت رئيس ندارة الفنون التشكيلية بالجمعية، وكان هو المسؤول عن الموسيقى، وكان أعتقد نائب رئيس مجلس الإدارة كان وقتها. نعم. وهو من الناس اللي خدموا الساحة الموسيقية والغنائية والفنية بشكل عام. وأنا أتذكر أنه في وقت من الأوقات لسه توي بادي في عرض لوحاتي، قدمت للوحة في الجمعية أتذكر. الله. أي والله. وأنا صراحة يعني مقصر في حق هذا الهامة الطويلة والقامة الطويلة الموسيقار سراج عمر. سراج عمر أيضا كمان كان مدرسة، بل أظنني في ليلة من الليالي وقد كان يذاع له في إذاعة صوت العرب برنامج معه، سهرة معه، وقدم خلالها نماذج من أعماله. أنا كنت أقول إنه هذا هو يعني هذا هو النجم الموسيقي الذي يأتي بعد الأستاذ طارق عبد الحكيم، لأنه حقيقة موهبة جميلة، قدرة جميلة، إحساس بالكلمة راقي، قدرة على التعبير من خلال اللحن للكلمة. الأستاذ سراج أنا تجمعني به علاقة يعني طيبة، فالأستاذ سراج له دور كبير في إبراز الأغنية السعودية من حيث ألحانه اللي قدمها، منها مجموعة أو عدة ألحان قدمت لمحمد عبده، وقدم الطلال مداح من أجمل الألحان، حتى نجحت عربيا وغنيت كذلك بأصوات عربية. وأنت لما تأخذ ظواهر الملحنين وليس المطربين تكون في جو آخر. أنت مثل سراج عمر مسؤوليته أكبر من مسؤولية مطرب سيغني بصوته، مسؤوليته هي الموسيقى وتقديم موسيقى صحيحة. خبريني يا سنة فجر الجديد عن عذابي، لو تغيبي عن سماي عالليالي وحدتي وانتي بعيد عن حنانك، فرحتي جرحي هناك. خبريني كيف انا شوقي يزيد لو فقدتي لحظة وانتي معاي. واعتقد انه سراج عمر كان له هالفضل
في صنع موسيقى سعودية حديثة، ولا تزال مقطوعاتها الموسيقية شاهد على هالكلام، لا على مستوانا في المملكة ولا على مستوى العالم العربي، لأنه قدر يصنع أو يألف بيننا وبين الآخرين، يضع يعني يخرج موسيقانا من ضيقها المحلي إلى أن تسمع، لأنه ليس سهلا ترى أن تذهب موسيقاك إلى مصر أو الشام، ليس سهلا، لأن عندهم جملة يعني كما لم أنك أنت استمعت أغنية سودانية، عندهم جملة مختلفة في الموسيقى، ليست خطأ، لكن أنت تحتاج إلى أن تضع موائمة بين اللهجتين الموسيقيتين إذا صح التعبير. فيمكن سراج عمر هذه ميزة له، يمكن هذه ميزة وحيدة، أنه صنع موسيقى لا تعز إن صح التعبير، ما ودي أقول لها تنشز عن أذن المستمع العربي من أي قطر عربي، ولذلك انتشرت أغانيها اللي لحنها بشكل كبير جدا مع فنانين آخرين غير من غنوها من السعوديين. مشي طيلي للجدايل بالشعار بالأصابع، جدلي بحر الحرير واجمعي في بسمتك عمري اللي ضاع، رجعي لي فرحة الطفل الصغير، بسمتي ليت الهوى ما بهودا، كان مبكي رحلة العمر القصير. أستاذ سراج، هذا اللي أنا أقول إنه الملحن الرومانسي يا أخي سراج فنان أحبه، أنا أحب ألحانه والله، وإن شاء الله إنه يسمعني. جمعتني معاه أيام حلوة. عزفت له مقادير و أغنية غناها الأستاذ محمد وأغراب أستاذ سراج البسيط صاحب النكتة الحلوة والروح الحلوة والابتسامة اللي ما تفارق شفايفه، أنا من الناس المعجبين فيه. صحيح أني عاشرته فترة بس أحبه حتى في غيابه. هو السبب يعني ظروف إنتاجية لا أقل ولا أكثر، وفي نفس الوقت يعني اللي أنا بدي أوصل له أنه الظروف الإنتاجية زائد الهروب أو الفاصل الفجائي الذي حصل بين المطربين والملحنين، فاصل يعني ما هو صحي، حيث معظم الزملاء في الواقع أو زملاء المهنة في مجال الغناء صاروا بيهتموا بألحان أغانيهم لأنفسهم. شخصيته العادية بسيط جدا، يعني لو تقوله أنت موسيقار قالك لا. فسراج فنان مرهف ملحن. هناك ملحنين يقدمون لحنا، ولكن هناك ملحنين يقدمون لحنا دراميا للكلمة لمعناها بالضبط، إن كانت حزنا أو حبا، فرحا أو هما، يعني لحنا يعني فيه دراما. الأستاذ سراج عمر يقدم هذا اللحن الدرامي، ويمكن نلاحظه أيضا في مجموعة الأغاني اللي قدمها وهي كثيرة وجميلة، وتتقدمهم أغنية مقادير وهي أغنية جميلة جدا وقد غناها عشرات من المغنين. مقادير مقادير يا قلبي العلا، مقادير
هي تعبر عن سراج تماما، هي تعبر عنه تماما، هو الهادئ الهادر، الهادئ على المستوى الشخصي ولكن الهادر في داخله، رجل عنده موهبة كبيرة. على ميعاد حنا والفرح كنا وكنا بعاد وعشنا عشنا على الأمل حنا على دائما وباستمرار انه هو خارج السياق في الغناء السعودي، مختلف، صاحب مزاج غنائي وموسيقي مختلف. اكيد اكيد اثر كثير وشكل كثير، يعني هو في كثير من الاغاني غناها طلال مداح وغناها محمد عبده، وقدم نماذج من الموسيقى الحديثة. الأغاني التي قدمها لطلال المداح وهي تجربته الأكثر غنى وأكثر ثراء مع طلال المداح، كانت يعني تجربة مختلفة، تجربة فيها ثراء، وأيضا أعتقد أنه ساهم مساهمة كبيرة في أنه يعطي لطلال المداح نكهة غنائية وموسيقية ما كانت سائدة في الغناء السعودي. لا تيجي خلي
على يا أهل الهوى كيف المحبة تهون، كيف النوى يقدر ينسي العيون، نظرة حنين وحلى سنين، نظرة حنين وحلى سنين، عشنا عشنا يا قلب الحزين. الألحان اللي قدمها فيها ميلودي عجيب، يعني لا يتكرر بسهولة، ليست الألحان اللي تعتمد فقط على الإيقاعات، لكن فيها تلوين لحني مبدع، يعني لا يمكن إلا أن جميع يطرب إذا استمعنا إلى مقادير كيف كانت، وكيف استطاع أنه أيضا يؤثر على توزيعها بهذا الشكل الجميل اللي ظهرت فيه، وكانت يعني بداية انطلاقة قوية للأغنية السعودية في كل المحافل. بصراحة شديدة احترت وأنا أبحر في شخصية ضيفنا في فن الفنانين، فهو على الصعيد الشخصي مذهل لما يتمتع به من خصال حميدة، وكفنان صاحب شخصية وبصمة وملامح جعلت اسمه يرن في الذاكرة الفنية العربية. لعب أدوار كبيرة في تأسيس وإطلاق المؤسسات الفنية والفرق الموسيقية والزج بالأصوات الشابة وتمثيل البلاد في المحافل الفنية الرسمية. على ميعاد حنا والفرح كنا وكنا بعاد وعشنا عشنا على الأمل حنا عشنا على الأمل حنا وكان الفرح غايب وأثر الأمل كاذب وكان الفرح غايب وأثر الأمل كاذب مقدر. يعني أنا عندما أسمع أغاني خاصة التي غناها طلال مداح، قدم موسيقى حديثة ربما لن تتكرر كثيرا. سراج عمر من خلال الأعمال التي قدمها لطلال مداح قدم رؤية حداثية جديدة في الغناء السعودي، وكانت متجاوزة أنا في رأيي، خاصة في السبعينات الميلادية عندما قدم أعمال كبيرة في مستوى مقادير، مثلا أغراب، كان في جمل لحنية بالنسبة لي كنت أعتبرها غريبة، هي أقرب إلى جو الرحابنة، جمل لحنية وموسيقية كان تكسر السائد الموسيقي والغنائي هنا في المملكة، تختلف عن ما هو قبل في الموسيقى السعودية التي تنتمي إلى الإيقاعات التقليدية، وهي إيقاعات تنتمي إلى الإيقاعات المصرية واليمنية إلى حد كبير. سراج عمر شكل لحظة مفصلية مختلفة وجديدة في الجملة الموسيقية الغنائية. موسيقى سراج عمر موسيقى متطورة كانت، يعني ما كان في الإيقاع، ما هو جالس على إيقاع واحد، خلينا نقول إيقاع حجازي أو إيقاع ينبعاوي أو شغلة من قبل، لا، كان يحاول يطور الموسيقى بحيث تشعر أنه كأنه هذه من السعودية، من لبنان، من مصر، يعني هالكوكبة الجميلة كانت مؤثرة في الوقت نفسه في بداية سراج، وكان قدم لنا ألحان يعني فيها خليط من 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 الـ من الـ الأنفاس الموسيقية على مستوى العالم العربي بشكل عام.
يعتبر من أوائل السعوديين الذين حصلوا على عضوية جمعية المؤلفين والملحنين في باريس، قام بالتأليف الموسيقي وقدم ما يربو على 150 قطعة موسيقية بثتها مؤسسة الطيران السعودي على رحلاتها، وبذل جهدا في العمل على تدوين التراث الفني، وتفرغ للعمل الفني في أواخر الستينات الميلادية. في الواقع الدول العربية المشاركة في جمعية المؤلفين والناشرين في باريس قليلة، ولكن ما في شك أنه يمكن دول شمال أفريقيا ومصر خاصة من الدول المهتمة بحقوق المؤلفين والملحنين. وبتجيني يعني دائما رسالات منتظمة من جمعية المؤلفين والملحنين تقريبا شهريا بالأغاني التي هي من ألحاني والتي تنزل بصفة مستمرة في إذاعة شمال أفريقيا وإذاعة القاهرة وبعض الإذاعات الأوروبية. بعد بثلاث شهور بترسل لي نفس الجمعية الحصيلة هذه الأعمال المادية. في الواقع يعني بصرف النظر عن ما هي القيمة، ولكن ما في شك يعني الواحد بيسعد سعادة تامة عندما يجله تقدير على هذا المستوى. فهذه أنا بعتبرها من أجمل السمات العصرية لتشجيع الثقافة أينما كانت. ما في شك أنه أتمنى من دول الخليج وبعض الدول العربية أن تساهم في تشجيع مختلف المؤلفين والناشرين والملحنين والانضمام إلى هذه الجمعية. هو مجرد رأي ليس إلا لضمان حقوق مؤلفين وملحنين من أبناء المنطقة ومن أبناء الأمة العربية، وفي ذلك مردود جيد جدا لهم وتقدير أيضا لما قدموه. سراج، أول شيء تجربة موسيقية، نفس الكلام اللي قبل شوي نتكلم حنا عنه، أنه دائما الإعلام يهضم حق الشاعر في نفس الوقت هو يهضم حق الملحن، لأنه سراج ملحن من الطراز النادر جدا جدا. يعني احنا عندنا مشكله في في في, في الموهبه، احيانا ما يكون موفق في انه يقدم نفسه، واحيانا يتوفق في انه ناس يجون يساعدونه ويقدم نفسه. سراج عمر موسيقار من اعلى طراز، قدم الحان كثيره لمجموعه فنانين، ورغم ذلك انه يعني جد انجاز التعبير للاسف انه يعني يكون مثل هذا القامه مهمل. هو رجل موهوب صراحه، موهوب، وبعدين قدم الاغنيه السعوديه بشكل جيد، ووصلت الى مصف الاغنيه العربيه. فهو رجل صراحه موهوب، وقدم الأغنية بطريقة جيدة ومتميزة، قدمها مع طلال مداح ونجحت نجاح كبير. كان الرجل الوحيد خارج الصراع، أقول لك عن قرب عرفته أنا، وكان الرجل الوحيد اللي يريد أن يعمل بصمت، يقدم العمل متى قيل له قدم العمل، ولا يدخل في تناحرات أو تنافسات، بل ينصرف بحاله في حال وجود هالتناحرات. ولذلك لو تقرأ تاريخه الصحفي لا تجد أنه تكلم عن إنسان كغيره، يعني أنه أو دخل في حوارات جدلية علشان الشهرة أو غيرها، كان يقدم عمله، وكان رجل فعلا هو إنسان، يعني كان إنسان بمعنى الكلمة، حتى في ما بعد وهو في كرسي عمله يعني كان إنسان بمعنى الكلمة. ما درى عن عذاب العاشقين.
استاذ سراج زي ما قلت لك انا منحر رومانسي. ايوه رومانسي يحلق بك في السحاب. وانا من طبعا المعجبين بالحانه واحب اعزف الحانه على فكره والله العظيم، والحمد لله اني عزفت من الحانه اغراب ومقادير، وقلت معاه اشياء كثيره، وكنا نجلس دائما مع بعض مرح نكتي حبوب، ما عنده التعالي ذا ابدا، نقعد نضحك مع بعض ونغني وشويه نقعد نضحك. اشتهر سراج عمر وبرع وتألق عندما التقى بالفنان طلال مداح والشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن والشاعر الأمير محمد العبد الله الفيصل، وشكلوا فريقا فنيا يعد الأخطر في تاريخ الأغنية السعودية، إذ قدموا رصيدا فنيا أثر الأغنية إلى يومنا هذا. فأنا وكمان من معه كان أيام سمو الأمير رحمة الله محمد عبد الله الفيصل والشاعر بدر بن عبد المحسن، فدعموه في الكلام الجميل السلس الحلو، وقدم أشياء وطنية كثيرة. نقف على جال الشعيب طفل كنا، نركض على تراب الأصيل نقف على جال الشعيب، نودع عروس الشمس اللي تعدت للمغيب، نودع عروس الشمس اللي تعدت للمغيب. يا الرياض الغرس وعذوق الرطب، السيف عقال القصب، الطيب الحلم الغضب، هذه الرياض حبيبتي في جيدها الوادي ذهب وطويق أسوار الذهب، ومرت سنين ومعها سنين مرت وكنا صغيرين، نجمع سواليف وحطب ونرمي حصى أسرارنا وسط القليب، وهذه عروس الشمس توها تعدت للمغيب. والله مع الأسف طبعا أنا بالرياض وسراج بجدة، وطبعا كل إنسان عنده يعني ظروف خاصة به، مع الأسف أنا ما تقابلت معه، فأنا تجمعني بعلاقة، وكذلك غنيت له أنا أغنية اسمها أهم الحيرة من كلمات الأمير بدر. أهم الحيرة أهم الحيرة قصة الأشواق يلا هالخيرة، انتهت بفراق أحبابنا وين
ترى الوفادين اهي من الحيرة اهي من الحيرة كده. مارس الغناء وقدم الأغنية الوصفية والصباحية والوطنية والعاطفية، وتوج مسيرته بالإشراف على توزيع وتنفيذ النشيد الوطني السعودي وإخراجه إلى حيز الوجود. أنا الحجاز سيدي ولا دونك حجاز عبد العزيز عبد العزيز يا من بحب القلب فاز. كرم يومها بوسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وجاءت اللحظة الأجمل عندما نال شرف تلحين الأوبريت الغنائي الذي يقدمه المهرجان الوطني للتراث والثقافة. وأنا مكة أنا توحيد كلفنا فيه في مهرجان الجندرية 9، وكلفت قبل سمو الأمير خالد بتلحين يعني بتلحين النص وبتشجيع ودعم سمو سيدي الأمير بدر بن عبد العزيز. طبعا عندما قرأت النص في الواقع كان معي الأستاذ ضل جل الله، وكنا في أبها وطلعنا سمو الأمير وقرأ علينا نص الأوبريت. وفي الواقع يعني من أول ما قرأ سمو الأمير خالد الأوبريت في الواقع كان كأنه مكتوب لسراج عمر كملحن. ومن فضل الله سبحانه وتعالى توفقنا في تقديم أوبريت التوحيد في عام 1414. فكرة الأوبريت تحكي قصة توحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها جلالة المغفور له الملك عبد العزيز، والسرد التاريخي الذي سرد في الأوبريت كان ابتداء بالرياض ثم الشرقية ثم عسير ثم الحجاز ثم الشمال. هذا هو السرد التاريخي أو يعني الخمس المناطق التي تجاوبت في الوحدة الأولى ثم الثانية والثالثة وراء بعض. أولا اللي قدموا الحوربة اللي هي نداء النداء للعارضين تقريبا، أو هذا هو المفهوم للعرضة، أنه لازم قبل العرضة بيكون في محارب يحارب يعني ينادي بالتجمع لأداء رقصة الحرب أو رقصة العرضة، وهي ما في شك أن العرضة تمثل رقصة الحرب والسلام. نعم. طبعا من المنطقة الوسطى ما في شك. ثم استدرجت الزميل الأستاذ محمد عبدو في لقطات من ألوان
من ألوان الدارجة اللي هي ألوان الدواسر، ثم أيضا قفلت بعرضة نيدية. دربي عسير واصبح لبو تركي يسير، أنا الجنوب أنا الجنوب. لوحة عسير قدمنا فيها الخطوة، خطوة عسير ولون يسمى المهجورة، وهو من الألوان يعني اللي يعني صعبة شوية، وفي نفس الوقت المهجورة يعني رتم جميل جدا، وقد يكون أيضا في إحساسي أنا طبعا كمتابع رتم ليس غريب على فنون الشعبية أيضا، وليس غريبا على بعض الإيقاعات العالمية ذات المسميات والاستراحات. بالنسبة للوحة الأستاذ الفنان عبد الله رشاد في الشمال، قدمت في البداية طبعا تعريف عبارة عن أدليب بيحكي فيه عبد الله رشاد يقول أنا الشمال. في الواقع بدأت يعني الشمال مش ما معروفين بإيقاعات الهجع، ولها أيضا مسميات أخرى اللي هي المراد أيضا، ولها مسمى أخرى في الشام ويسمى جورجينا. طبعا الإيقاع اللي نحن استخدمناه في اللوحة الأولى كان استخدمت لون الهجع، وفي الواقع هجنا بألوان إيقاعية تراثية مختلفة، فقدمنا اللوحة الأولى لعبد الله رشاد في رتم الهجع بجملة موسيقية طبعا جديدة وأسلوب جديد و يعني مشاركة جيدة جدا. فلذلك نحن لما نهجن معناته بنعمل خطوط توزيع إيقاعية بولوفونية طبيعية من نفس الموسيقيين، مش نحن اللي بنبتكرها، ولكن أيضا الموسيقيين هم أصحاب يعني عازف الإيقاعات هم اللي بيعملوا الجو ده وبيهجن العمل ده، وبيطلع في الواقع في منتهى الجمال. أنا الشمال صعب المنال، لله أسلم للطليب، لا من بعيد ولا والله أنا بعتبر إنه هذا الأوبريت في الواقع يعني ماني فاهم بالضبط اللي حصل، إنه طبعا اللي أخرج العروض الأستاذ عبد الله الجار الله، واللي أخرج الحفل مخرج عربي يعني عربي فرنسي بالمعنى الصحيح اللي هو الأستاذ شريف خزندار، وهو زي ما تقول مدير إدارة ثقافات العالم في باريس، مدير العام يعني. وهذه الدار تحتوي على كل فنون العالم التراثية وتوثق في هذه الدار وتأخذ يعني يعني للمحافظ عليها من مصر أيضا، ولتوجد بين كل الناس يعني انه في تراث، انه في بين للباحثين للمهتمين بهذه الفنون. في الواقع كنت بتكلم مع الاستاذ شريف، قلت له يا استاذ العمل هذا لا يستحق ان يكون من اعمال يعني ان يدخل دار ثقافات العالم؟ الرجل قال انا اتمنى ذلك يعني اذا كان ما عندكم اي مانع. ففعلا اعطيته
نسخة من الدات، وفجأة يعني فوجئنا بعد 6 شهور تقريبا أو 7 شهور أنه طبع العمل ووزع في فرنسا، واستقبلته بعض الهيئات الثقافية والفكرية والأدبية في فرنسا بترحاب شديد ونقد وبناء، ويعني في الواقع حاجة يعني سررت لها كما سر لها كل من ساهم في هذا. على الله توكلنا، قول الله وعلى الله توكلنا، قول الله والمال إلى الله والمعطي الله. تجربة طلال مداح مع سراج عمر هي تجربة من الثراء والغناء، والغنى ما يجعلها يعني مثار دراسة، مثار بحث. ومشكلتنا احنا في المملكة انه في غياب البحث الموسيقي والغنائي ومؤسسات البحث التي لا تدرس المحطات الهامة والمحطات المفصلية في الغناء السعودي. نحن نحتاج الى نقاد والى دارسين يبحثون في الغناء السعودي بحث علمي وبحث منهجي، وليست الكتابات الصحفية السريعة والمجانية التي لا تقدم أنا في رأيي جديد. لابد من دراسة تاريخ الغناء السعودي دراسة علمية ومنهجية في كل المحطات التاريخية على مدى أكثر من 60 أو 70 سنة. الآن في جمعية ثقافة وفنون والأستاذ سلطان البازعي هو رأسها، وهو أيضا صحفي فنان، يعني أعتقد أنه يعني يمكن أنه الجمعية تتبنى هذا واعتقد انه ايضا برضو عندها انفتاح نحو يعني صورة مختلفة. لان نشوف الشعوب في كل الدنيا تغني، الشعوب في كل الدنيا تعزف، واول عازف لهذا يعني عزف من خلال تلك البوصة الرفيعة اللي حفرها وخرمها وجلس يغني من خلالها. فأنا أعتقد الغناء جزء من حياة الإنسان والموسيقى جزء من حياة الإنسان. والله أنا أعتقد برضو دور الجمعية كبير، دور جمعية ثقافة وفنون كبير في الحفاظ على هذا التراث. كانت عندي فكرة على أساس أن الكتاب هذا يرى النور فعلا، وكانت عندي فكرة على أساس أنه الكتاب هذا يعني يكون مدروس دراسة يعني مستفيضة، ولكن توقفت في الواقع لعدم وجود النصوص الخاصة بهذه الألوان التي كتبت وسجلت وقدمت للإعلام السعودي. وفي الواقع هي موجودة عندي، كل ما في الأمر هو أننا نحن بنحاول مستقبلا انه نحن نعمل بس نموذج كده او كلمه او اي شيء، ونحاول انه نجيب مثلا مذاهب فقط، او نبحث عن من يكتب مذاهب في جو هذا التراث لكي ما يعني يعرف المطلع على هذا الكتاب كيفيه الغناء، غناء هذه اللحن من خلال الموتيفه الكلاميه. يعني هي تجربة كبيرة جدا، بس تجربة لم تتواصل مع الأسف الشديد. كان ينبغي أن هذا المشروع يتواصل ويتصل باللحظة القادمة، وأيضا يتواصل ويتصل بالمستجد يعني على المستوى الموسيقي، وأيضا استثمار الموروث الشعبي كما ينبغي. والله أنا أعتقد برضو دور الجمعية كبير، دور جمعية ثقافة وفنون كبير في الحفاظ على هذا التراث، في استمرار تقديم للناس، في الاحتفال به وبأصحابه عندما تأتي المناسبات ذكرى وفاتهم أو ذكرى ميلادهم. وأعتقد أنه واجبها أنها برضك يعني لأنه يعني أنا متذكر مثلا في القاهرة في يعني من أجمل حاجة عندهم صوت القاهرة. صوت القاهرة دي مؤسسة فنية حقيقية فيها مجموعة من الفنانين الكبار ينتقون أفضل ما قدم لكل فنان، إن كان لأم كلثوم أو لعبد الوهاب أو لعبد الحليم أو لنجاة أو لفايزة أو لوردة أو لشادي أو لينا مراد، ويقدمونه مع الحرص والتأكد من نقائه ونظافته حتى يقدم للناس في أحلى وأجمل صورة. أنا أعتقد واجب الجمعية الثقافية
إنها حتى تساعد على تشكيل شركة للإنتاج الفني. ويمكن موضوع الموروث الشعبي ذا يحتاج إلى حديث مستقل، لأنه نحن هنا في المملكة على مستوى الموسيقى والغناء يعني لم نستغل الموروث. المملكة فيها مخزون حضاري كبير وعجيب، من الجنوب إلى الشمال إلى كل مناطق المملكة. أنا أعتقد أن الحفاظ على هذه الثروة الفنية الجميلة والكبيرة والتي قد لا تتكرر، لأنه ليس في كل زمن يطلع لك طلال ويطلع لك عبد الحكيم ويطلع لك عبد الله محمد وفوزي محسون، يعني هذا زمن وحيروح، فلا بد إنه يعني نحافظ إحنا على هذه الثروة لأنها فعلا ثروة. والله بعضهم يقول ثروة إيه دي أي كلام، لا ثروة يعني إن 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 قبل الناس أو لا، هذه ثروة حقيقية، ثروة فنية في حياة الأمة بلا جدال، ولا بد من الحفاظ عليها. وعلى الجمعية والوزارة أيضا تدعم هذا التوجه وتقدم. يا أخي أنا ما أدري ليش ما تقدم يعني برامج التلفزيون والإذاعة والبرامج الثقافية، لما يقدم حياة فنان يعني كل أسبوع ولا كل شهر، تقدم حياته كلها ويقدم إنتاجه يعني في حلقة في كل شهر لفنان من الفنانين الكبار اللي هم متعارف على أنهم كانوا كبار. أحبك كلها كلمة ونظرتك شوق خداعة، عطتني بالأمل دنيا غريبة يومها بساعة. أحبك كلها كلمة ونظرتك شوق خداعة، عطتني بالأمل دنيا غريبة يومها بساعة. خذتني غصب عني لك، حسبت إني قمر ليلك، خذتني غصب عني لك، حسبت إني قمر ليلك. وثر شوفك تعداني، وثر شوفك تعداني، وثر شوفك تعداني، أثر شوفك تعداني. خذاك الموعد الثاني، الموعد الثاني. ربما يمكن سراج، أنا في رأيي الشخصي أنا لا أراه إلا من خلال هذه التجربة التي قلت بها سابقا، وهي الألحان الجديدة والحديثة. هو صاحب الجملة اللحنية الجديدة التي لم نألفها من قبل. سراج ينتمي إلى 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 تيار الحداثة، أنا أنظر له هكذا يعني رأيي الشخصي، هذا تيار الحداثة في الغناء السعودي على مستوى اللحن وعلى مستوى الجملة اللحنية. سراج عمر طبعا ما في شك قدم للوطن شيء كثير، يعني عمل أغنية وطنية يا أخي تذاع في التلفزيون السعودي في الإذاعة السعودية، بلادي بلادي. بلادي بلاد الإباء والشمم ومغنى المروءة منذ القدم، بلادي بلاد الإباء والشمم ومغنى المروءة منذ القدم، يعانق فيها السماح الهمم وفيها تصون العهود الذمم، ستبقى بلادي منار الأمم لتمنع عنها دياج الظلم، باسم المهيمن حامي العلم وعزم السيوف وهدي القلم، وعزم السيوف وهدي القلم. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى، بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى، عليها ومنها السلام ابتدى وفيها تألق فجر الندى، حياتي لمجد بلادي فدى.
بمكة صرح الهدى عمرا ليبقى المزار المنيع الذرى بمكة صرح الهدى عمرا ليبقى المزار المنيع الذرى أعز به الله أم القرى وطيبة حيث يضم الثرى رسول السلام لكل الورى يرى كل شيء بها أخضرا ونجد عرين أسود الشرى ستبقى لمجد العلا منبرا ستبقى لمجد العلا منبرا. أستاذ سراج فنان مبدع وموهوب وقدم عدة ألوان وكان له نظرة خاصة، قدم الأناشيد، قدم الأغنية الوصفية، قدم يمكن كذلك الأغنية الصباحية، فهو الرجل صراحة أثر الساحة الفنية السعودية، أثراها بعدة أغاني وألحان. يا جنة الأفراح يا بسمة العمر من زهرك الفواح عطر الرضا يسري يا جنة الأفراح يا بسمة العمر من زهرك الفواح عطر الرضا يسري عادت أمانينا في موكب من نور وشت ليالينا باللؤلؤ المنثور. السراج عمر أيضا قيمة وقامة وموهبة موسيقية كبيرة، مع الأسف أيضا لم يكرم، لم يلتفت إليه كما ينبغي، لم يحتل المنصات الأولى، ولم يلتفت إليه أحد لا على مستوى الرسمي ولا على كان ينبغي أن المؤسسات الرسمية خاصة وزارة الثقافة والإعلام تكرم هؤلاء، بدءا من غازي علي إلى سراج عمر إلى الأستاذ الكبير عمر كدرس الذي أنا أعتبره أستاذ هؤلاء جميعا. فأنا أرى أن سراج عمر يعني هو صاحب الجملة اللحنية الجديدة في الغناء السعودي. إذا كرم في مصر في عاصمة الفن صراحة، خلينا الصراحة، فهذا دليل على نجاحه، ودليل يعني المفروض أنه يكرم في بلده بصراحة يعني أقول لك، ولكن طالما أنه كرم في مصر فدليل على عملاق، على إداءه الحلو، على ألحانه الحلوة، على شيء يعني له الكثير هو بالنسبة له. وبالنسبة لنا إحنا برضو لما يكرم فنان زي سراج عمر في القاهرة مع فنانين كبار برضو فخر لنا إحنا للفنانين كلهم. مظلوم يعني صراحة. ليش توقف؟ ما أدري، أنا أتمنى منه نرجع للتلحين، وفي فنانين يعني كثير يعني على رأسهم فنان محمد عبده، يعني ليش ما يسوي له لحن؟ ليش ما يسوي له لحن؟ محمد بيسوي له فلان ليش ما يسوي له سراج عمر لحن؟ فإن شاء الله أتمنى أنه يرجع سراج. سراج عمر فنان لن يتكرر بسهولة، وسراج عمر سيظل أيضا الله يطول بعمره إن شاء الله في ذاكرتنا، ونعتقد يعني إن شاء الله أنه أيضا يعود إلى الساحة بالقوة اللي كنا يعني نراها فيه، حتى على الأقل يمكن يعيد شيء من التوازن. في خلل صار بالأغنية السعودية والأغنية الخليجية بسبب الأغاني الاستهلاكية الكثيرة اللي تظهر. حنا يعني طبعا وجود فنان مثل محمد عبده يحدث شيء من التوازن، لكن أنا أعتقد وجود ملحن بحجم سراج عمر وبنفس قدرات سراج عمر وعبقريته يعني مهم جدا لنا في هذه المرحلة. سراج عمر طاقة لحنية كبيرة، وأنا حتى قلت إنه والله كان سراج عمر هو محمد عبده المملكة. يا حبيبي أنستنا محمد عبده، أنادي لطلال مداح، وعدة أغاني مع فنانين كثير صراحة. أنادي علي غداك اشتقت له حيني
الليل عنادي اشتقت له حيل حيل عنادي عنادي علي غداك الليل عنادي اشتقت له بالحيل عنادي بالحيل غابت شمس الأمل عنا بغابت ذابت كل ما في دمعة ذابت غابت شمس الأمل عنا بغابت ذابت كل ما في دمعة ذابت وانا علي غداك الليل أنا أدري اشتقت له اشتقت له اشتقت له حيل حيل عنا بغابت ذابت كل المنى في دمعة ذابت. مهما قلت عن سراج عمر سأظل مقصرا في حقه. نحن في فن الفنانين حاولنا في هذه الحلقة أن نكون الخطوة الأولى في عودته للمشهد الفني مرة أخرى بتسليط الضوء على مسيرته وجهوده وأعماله بالشكل الذي يليق به وتقديم الوفاء والاعتزاز والعرفان لهذه الشخصية الجميلة حتى يحين موعدنا بكم في الخميس المقبل. على الحب ألقاكم. أعتبره رائد الحداثة في الغناء السعودي. قد اللي شكل ثالث ضلع في مثلث الإبداع. كان له الفضل في صنع موسيقى سعودية حديثة. ومنسي حليق بك في السحاب. ملحن من التراث النادر جدا جدا. إنه هو خارج السياق
في الغناء السعودي. الرجل الوحيد اللي يريد أن يعمل بصمت طالما أنه كرم في مصر فدليل على عملاق. سراج عمر طاقة لحنية كبيرة، وأنا حتى قلت أنه والله كان سراج عمر هو محمد عبد الله المغرب. من أول ما قرأ سمو الأمير خالد الأوبريت في الواقع كان كأنه مكتوب لسراج عمر كملحن. السيف عجال القصب، الغرس عذوق الرطب. السيف عجال القصب،